مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. نواصل في هذه الفقرة متابعة الاستعدادات المبكرة للانتخابات البرلمانية القادمة. تناولنا بالأمس قوى وتيارات اليسار السياسي ومساعي التحالف في الانتخابات القادمة، واليوم نتعرض لقوى الوسط والاستعدادات للانتخابات والتي كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات جميعها بحثت أفكار متعلقة بالتحالف وخوض الانتخابات ضمن تيار واحد. حول هذه القضية تأتيكم هذه الفقرة والتي نستضيف فيها كل من دكتور حسين زايد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط. مرحبا بك دكتور حسين. ومعي أيضا أستاذ محمد القصاص عضو مؤسس في حزب التيار المصري. مرحبا بك أستاذ محمد. ومعي أستاذ محمود عفيفي متحدث باسم حركة شباب 6 إبريل. مرحبا بك أستاذ محمود. أبدأ معك دكتور حسين، يعني عدد من الاجتماعات تعقدوها مؤخرا في حزب الوسط من أجل التحالفات السياسية والانتخابية للمرحلة المقبلة، ماذا توصلتم في النهاية من هذه الاجتماعات؟ هو أنا في البداية عايز أقول أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير، وأهم مكتسبات أو إنجازات هذه الثورة أن الشعب كسر حاجز الخوف وأصبح جزء من المعادلة، فأصبح الشعب المصري جزء من أي معادلة سياسية، وعلى أي أحد أي حزب أي تيار يعمل بالعمل السياسي لابد أن يضع في باله متطلبات الشعب المصري. الشعب المصري عايز برلمان تتمثل فيه كل القوى السياسية، تمثيل مشرف، عايز انتخابات نزيهة، عايز عدم استحواذ لطائفة على حساب طائفة، دي طبيعة الشعب المصري. ومن هنا بتيجي فكرة الائتلافات أو التحالفات، لكن حقيقة احنا في حزب الوسط دعينا لائتلاف القوى الوسطية، لكن هو مش ائتلاف انتخابي، هو ائتلاف سياسي. أكيد الانتخابات هتناقش فيه، لكن حتى الآن عقد حوالي 3 اجتماعات كلها اجتماعات سياسية للتوافق على قضايا سياسية، لم تناقش بعد قضية الانتخابات على مستوى هذا الائتلاف القوى الوسطية. مع من عقدتم الاجتماعات حتى الآن؟ مع كذا، يعني 6 إبريل، مع التيار المصري، مع حملة عبد المنعم الفتوح، حملة مصر القوية، مع بعض الشخصيات العامة، مع حزب العدل، مع إصلاح والنهضة، الحضارة، شخصيات عامة زي الدكتور وحيد عبد المجيد، الدكتورة منى الشرباجي، الدكتورة نادية مصطفى. يعني هو تيار وسطي وليس وسطي إسلامي، احنا يعني هو تيار وسطي مصري يعني. نعم، طيب ليس وسطي إسلامي، سأعود يعني إليك، ولكن بعد أن أبدأ مع محمد أنتم يعني ما موقفكم من هذا التيار الوسطي؟ حضرتم هذه الاجتماعات، ما هو الموقف حتى الآن؟ إحنا فعلا حضرنا اجتماعين من الاجتماعات اللي أشار إليهم الدكتور حسين، وأي تماما ما وضحه، لأن تناولت بعض وسائل الإعلام أنه تحالف انتخابي تم. القضية أكبر من تحالف انتخابي، هو تشاور سياسي وتعاون وتنسيق سياسي في المواقف المختلفة. غدا لدينا جلسة أخرى مثلا مخصصة على النقاش حول الدستور في الأساس قبل النقاش حول الانتخابات. طبعا الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات القادمة هتبقى مهمة في تاريخ مصر، وهتبقى على جدول الأعمال، والباب مفتوح لمن حضر في هذا التحالف الانتخابي والتحالف السياسي، ليس فقط لمن ذكرهم الدكتور حسين، بل سنسعى في الأونة القادمة لتوسيع هذا التحالف والحديث مع عدد أكبر من الأحزاب ليكون تيارا وسطيا مصريا يتحدث عن القوى الوسطية في كل اتجاه.
وليس وسطين اسلاميا فقط، لان احنا شايفين يمكن دي من احد اهم المبادئ عندنا في حزبنا الصغير اللي ما زال تحت تاسيس حزب التيار المصري، انه يسعى الى كسر حاله الاستقطاب التي موجوده في المجتمع المصري. نرى ان نظام الرئيس المخلوع كان بيحاول دائما تكريس هذا الاستقطاب، ومنذ 19/3 منذ الاستفتاء في تكريس الاستقطاب مما يسمى استقطاب اسلامي علماني اسلامي ليبرالي مدني، مش يعني مسميات مختلفه تعمق من الفجوه داخل المجتمع. واحنا بنقول العكس، ما انجح ثوره 25 يناير في هذا الميدان هو ان الجميع تنازع هذه المصالح الاستقطابيه والافكار وسعى لمصالح الوطن والمواطن. لذلك فهنا هذا التحالف الذي يعني او هذا الائتلاف السياسي والتحالفات الانتخابيه نتمنى ان تكون كسرا لحاله هذه الاستقطاب. في الانتخابات الماضيه كان يمكن في استقطاب واضح ما بين الكتله المصريه التي تمثل اتجاه والتحالف الديمقراطي الذي كان يمثل اتجاه اخر. احنا في التيار المصري كان لنا تجربه في الانتخابات الماضيه ان احنا لم ننحاز الى هؤلاء ولا هؤلاء، لان احنا كنا شايفين ان ده يكرس الاستقطاب اللي احنا بنقول عليه. فكان لنا تجربه ان احنا ساهمنا في تاسيس ما يسمى بتحالف الثوره المستمره الذي كان يهدف الاساس لاستكمال الثوره، وضم بجانب التيار المصري او يعني كان يمكن معانا احزاب من اليمين مثل مصر الحريه واحزاب من اليسار مثل التحالف الشعبي، فكان نموذجا مصغرا لما يمكن ان يكون عليه التعاون. فنحن الان نحضر هذه الاجتماعات ونتواصل مع هذه القوى مثل الحاضرين معنا وغيرهم، ومن حضروا في الاجتماعات سنتواصل مع الاخرين من اجل وجود تيار سياسي مصري يكسر حالة الاستقطاب الموجودة ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن، وأن يكون بالطبع له ممثلين في الأشياء المختلفة سواء كان في الجمعيات التأسيسية سواء كان في البرلمان سواء كان في المحليات أو هكذا. نعم محمود، يعني أنتم كجماعة ضغط ليس حزب سياسي، تواصلتم أيضا في مثل هذه الاجتماعات مع تيار الوسط وربما أيضا مع تيارات أخرى، يعني ما هي التيارات الأخرى التي تواصلتم معها وفي حزب الوسط تحديدا، يعني ماذا تسعون من الانضمام لهذا التحالف السياسي؟ يعني بالفعل ست الريل من يوم ما أنشأت وهي بتحب تعمل في فريق جماعي، مش بتحب تعمل يعني منفردة أو أنها تاخد قرارات منفردة. التشاور السياسي والاتفاق والتنسيق مع كل القوى السياسية من اليمين ومن اليسار ومن الوسط يعني شيء مطلوب، ودايما على أولويات اهتمام الحركة ان احنا نسعى الى وجود تحالفات ووجود تنسيق بين القوى السياسية، بحيث ان احنا ما فيش مجموعه بعينها تعمل منفرده، خصوصا ان الجميع المفترض ان هو بيعمل لصالح الوطن، وبالتالي لابد من تنسيق في كل الخطوات اللي بتتاخد. دعينا اكثر من مره لاكثر من تحالف، وكل الدعوات اللي جات لنا حضرناها وقعدنا وسمعنا وادينا بدلونا في الكلام اللي سمعناه، خصوصا يعني ان في كلام رائع او اكثر من رائع بيتقال. انا مش عايزه يعني اعيد نفس الكلام اللي زملائي قالوه، انه يعني تحالف سياسي من اجل التنسيق من اجل الخطوات اللي جايه من اجل الضغط من تحقيق اهداف الثوره، كل ده كلام هو ده ما يدور داخل الغرف المغلقه، هو ده ما يدور داخل الاجتماعات، يعني ليس تحالف انتخابي على الاطلاق. احنا كحركة 6 ابريل مثلا، يمكن اول يوم لما تم دعوتنا من قبل الحزب الوسط وحضرنا الاجتماع ولقينا المجموعه الرائعه دي موجوده، يمكن احنا كان لنا موقف في اول اجتماع حضرناه وقلنا ان احنا كحركة 6 ابريل جماعه الضغط السياسي ما بندخلش انتخابات، يعني احنا يعني مش هندخل انتخابات، وبالتالي لو ده تحالف انتخابي فاحنا يعني مش هيكون مكاننا موجود فيه، ولكن تم توضيح ان ده تحالف سياسي. هل نفهم من ذلك ان يعني هذه تصريحات يعني نهائيه ان يعني شباب 6 ابريل لن يدخلوا في اي تحالفات انتخابيه، لانه بالطبع من المفترض ان تكون مثل هذه التحالفات نواه تحالفات انتخابيه للانتخابات البرلمانيه القادمه؟ يعني احنا كلام نهائي، احنا مش داخلين انتخابات ومش هنخوض انتخابات كحركه 6 ابريل وكجماعه ضغط هدفها الضغط من اجل مواجهه التحول الديمقراطي وتحقيق اهداف الثوره، وبالتالي احنا دورنا في التحالفات السياسيه، هنكون موجودين في التحالفات السياسيه والتنسيق السياسي فقط لا غير، اما التحالفات الانتخابيه سواء في القوائم او غيرها فاحنا مش موجودين فيها بشكل نهائي. هناك تحالفات اخرى يعني موجوده الان على الساحه، يعني لدينا التيار المدني الديمقراطي يعني استطاع حتى الان ان يستقطب عدد كبير من الاحزاب من ذات التوجهات الليبراليه واليمينيه، هل من الافضل لحركه شباب 6 ابريل ان تكون في تحرك الوسط الذي حتى الان يعني ربما لديه نكهه اسلاميه، وساعود بهذا الى دكتور حسين، ام تحالفات اخرى لديها يعني تحالفات تستقطب عدد من الاحزاب اليمينيه والليبراليه؟
أولاً يعني الوجود في تحالف بعينه تمام، يعني أو مش شرط الوجود في تحالف واحد، مش شرط يعني المفترض إنه يكون، ممكن يكون موجود في أكثر من تحالف، وأكثر من تحالف بيحققوا أهداف مختلفة. يعني ممكن أكون موجود في تحالف الحزب الوسط لهدف معين، وتحالف آخر لهدف آخر، يعني في وجودي في أكثر من تحالف بيبنى على الهدف نفسه. إيه الهدف من التحالف؟ وإيه المطالب اللي موجودة؟ وإيه يعني الهدف من التنسيق ذاته؟ وبالتالي وجودنا في أكثر من تحالف، إحنا ممكن نكون موجودين في أكثر من تحالف، يعني حتى لو يعني استقرينا ان احنا هنكون موجود في التحالف السياسي لحزب الوطن، واللي بناكد انه لسه تحت يعني المشوره ليس وتحت التاسيس، مفيش فعلا تحالف قائم بالفعل، ممكن ان تكونوا متواجدين في تحالف اخر بالفعل. طيب. المهم الهدف والمهم بالظبط بالظبط. وبالتالي احنا اي تحالف انتخابي احنا مش موجودين فيه، احنا موجودين لتحالفات سياسيه فقط من اجل التنسيق، من اجل تحقيق اهداف الثوره. ده كلام نهائي، وده الخط العام للحركه ماشيه عليه. طيب الاهداف المرجوه يعني من الدخول في هذا التحالف، سأعود لك بهذا السؤال، ولكن اسمح لي دكتور حسين، يعني أنت ذكرت أن هذا التيار تيار ليس وسطي إسلامي، ولكن يعني معظم الأحزاب الموجودة في هذا التيار حتى الآن يعني ربما لديها النكهة الإسلامية، لماذا لا تكون هناك مشاركات وتفعيل أكثر مع أحزاب أخرى ربما بتوجهات ليبرالية أو يسارية؟ هو دوت جاري الاتصال بين باقي الأحزاب ذو الاتجاهات الليبراليه او القوميه او اليساريه، ولكن عايز اقول مع اننا اول حزب مدني ذو مرجعيه اسلاميه، الا ان المخلصون في هذه البلد لابد ان يسعون للقضاء على حاله الاستقطاب. احنا عايزين تبقى يعني المواقف السياسيه يعني مثلا القضاء على الفساد، ما فيش حد مش مجمع على القضاء على الفساد. عشان كده في التحالف السياسي نستطيع ان يكون هنالك قضايا مشتركه. حضرتك تعرفي ان الفساد في مصر بيكلف مصر 4% من ميزانيتها، ما يوازي 50 مليار جنيه. لو احنا قضينا على الفساد دوت يبقى تحالف سياسي ناجح. هكذا كثير من المواقف، يعني احنا عندنا لكن اسمح لي يعني يهم المواطن المصري في الاخر في النهايه كيف سيخوض حزب الوسط او التيار الوسطي معركه الانتخابات القادمه؟ كم سيحوز على عدد من المقاعد في البرلمان وبالتالي تنفيذ السياسات او الاشتراك في حكومه ائتلافيه، ومن هنا تاتي تنفيذ السياسات في يعني لصالح المواطن؟ هو ما يهم الشعب المصري الان ان يتحقق شعار الثوره، عيش حريه عداله اجتماعيه باي طريقه. من ضمن الطرق ان يكون هنالك برلمان متوازن، وعشان يبقى فيه برلمان متوازن انا بانصح جميع الاحزاب وكل القوى السياسيه اللي هي تشتغل على الارض كانها داخله لوحدها. يعني انا بشتغل كحزب سياسي على الارض اللي انا داخل لوحدي الانتخابيه، ولكن لكم لم تحصدوا الى 10 مقاعد، يعني هذا يعني ربما يكون انجاز لحزب لم يكن يعني في الساحه السياسيه الا اشهر قليله، ولكن في النهايه المعيار هو حصد المقاعد في البرلمان. جميل. احنا حصدنا 10 مقاعد بمليون صوت، كان عدى علينا حوالي 3 أو 4 شهور، كنا لسه حزب جديد. احنا كان ساعتها مقراتنا حوالي 50 مقر، احنا عندنا النهاردة ما يوازي 200 مقر، عندنا اعداد طائلة من الاعضاء، عندنا في القاهرة والجيزة فقط حوالي 30 مقر. لا احنا حزب بنكبر وبنأدي في الشارع. احنا مثلا في بورسعيد لسه عاملين مؤتمر وحملة اضغط، مؤتمر اسمه بورسعيد بين الاهمال والتقصير، احنا متواجدين في الشارع. وانا بقول ان كل حزب سياسي عشان ما نغلطش نفس الغلطة بتاعت الانتخابات الماضية، الانتخابات الماضية انشغلت الأحزاب والقوى السياسية في القضايا السياسية وسيبنا المواطن المصري لجماعة أو لجماعتين اشتغلوا على الأرض واشتغلوا مع القوى السياسية. إنما الوقت لا، لابد اللي احنا نعمل عمل ميداني، لابد نهتم بمشاكل المواطنين، لابد ان كل حزب يبني تنظيمه. احنا مشغولين جدا في حزب الوسط ببناء تنظيمنا، اعتقد ان حزب الوسط الآن أصبح تنظيم قوي يستطيع ان ينافس منافسه جيده، ولكن الائتلافات والقوى الائتلافات السياسيه مهمه جدا، وده اللي احنا نسعى بيه. احنا بنقول هو ده ائتلاف سياسي، مش معناه اللي هو مش هنتفق على الانتخابات، لكن ده ائتلاف سياسي اكيد موضوع الانتخابات جزء من الحديث لكن لم ياتي اوانه الان. لا. انما الانتخابات اكيد هيكون فيها نوع من انواع، ممكن ما يبقاش فيه ننزل كائتلاف، لكن يكون في نوع من انواع التنسيق، يكون في تنسيق في النزول في المحافظات، يعني نظبط في بعض الدوائر 6 مثلا، مصر القوية تنزل هنا، الوسط ينزل هنا، ايا كان الشكل، لكن هذا الشكل لم يناقش حتى الان. انما اكيد الانتخابات من ضمن الامور اللي هتناقش وهتناقش بشدة في هذا الائتلاف، لكن نجاح الائتلاف انه ائتلافا سياسيا،
يقوم على ان مصلحه مصر فوق مصلحه الجميع، ان الائتلاف ده ملوش اجندات خاصه، الائتلاف دوت مش بيهتم بالمصالح الخاصه لكل حزب ولا بادائه السياسي، انما هو بيهتم بالقضايا المشتركه ما بين جميع هذه الاحزاب. نعم. يهتم بقضايا المواطن، يهتم. انا بقول لحضرتك ان في مثلا 250 الف مستشار بياخدوا 7.8 مليار جنيه، دول مستشارين تعينوا في حسن في عهد الرئيس السابق بقرارات من جمال مبارك. نعم. دول يعني نقضي على موضوع القرض بقى والكلام يعني. نعم. لكن هو دوت المقصود بهذا الائتلاف، ان هذا ائتلاف سياسي لصالح مصر، الغرض منه ان يكون هناك قوى معارضه. احنا نتمنى في البرلمان القادم ان يكون هناك حكومه ائتلافيه، ما فيش حد ياخد اغلبيه، ده هذا ما نتمناه. وده هيتم ازاي؟ انا بقول ان اكيد هيكون في ائتلاف بالتيار الوسطي سواء كان اسلامي او غير اسلامي. التيار الوسطي المصري سيكون قوه معارضه قويه في البرلمان القادم بعدد، انا اعتقد لو هيكون عدد كبير ان شاء الله. نعم. محمد، يعني الهدف، يعني طبقا لكلامك الهدف هو كسر حاجز الاستقطاب. نعم. هل من الممكن ان يتم فتح حوار مع حزب كحزب الدستور له يعني ربما مرجعية مختلفة عن مرجعية التيار الوسط؟ الحقيقة استكمالا يعني حضرتك سؤال حضرتك، كان في اجتماع الماضي تم تشكيل لجنة بيرأسها الدكتور وحيد عبد المجيد، وهو شخصية وطنية مستقلة ولها خبرة في هذا المجال، ومعه مهندس عمر من حزب عمر فاروق وأحمد فهيم من العدل، وربما اكون مساعدا لهم. يعني هذه اللجنه مهمتها من احد مهامها تنظيم الاجتماعات، واحد مهامها التواصل مع الاخرين، وحزب الدستور فعلا موجود من ضمن الاحزاب التي سنسعى للتواصل معها. حزب الدستور نامل انه حزب جديد ويكون اضافه للحياه السياسيه، ونامل الا يكون على خلفيه استقطابيه، وان ينضم معنا الى هذا التيار الوسطي بمعناه الشامل الذي تحدث عنه الدكتور حسين، والذي اكد عليه محمود، والذي نؤكد عليه جميعا، اننا اشمل من ان نكون وسطيا اسلاميا فقط. لا، احنا نحن حزب، لان لو هو وسط اسلامي ما خلص حزب الوسط يمثل هذا الاتجاه، كان اكتفى بنفسه. لكن حزب الوسط يستضيف الاجتماعات مشكورا، وهو رغم هذا ايديولوجيته انه وسطيا اسلاميا، لكن بيقول لا، انا هتجاوز هذه الايديولوجيا واتحدث عن وسطيه مصريه. ونحن نسميه في التيار المصري يعني نتحدث عن التيار الرئيسي في مصر. التيار الرئيسي في مصر طبيعته انه وسطي، حتى ان كان ليبراليا فلا يحب الشديد التطرف. نعم. الليبراليه، ولا يحب الاسلامي المتطرف، ولا يحب اليساري المتطرف. طيب، فيما يخص يحب الوسطيه، فيما يخص البرامج، يعني انت مشروع البرنامج في التيار المصري ربما يكون يعني شبيه بمشروع حزب الوسط، بمشروع حزب مصر القويه، هل هناك فكره يعني للاندماج تحت حزب موحد لحزب الوسط او مصر القويه انتم تنضمون لهذه الاحزاب؟ احنا حضرتك بنتكلم عن تحالف انتخابي ربما يكون في الوسط ومصر القابر، وربما يكونوا غير موجودين. الحديث الان عن تحالف انتخابي لانه حديث الساعه، ولان الفكره ان احنا النهارده، يعني انا لسه كنت بتكلم مع احد الزملاء في مقال جيد جدا يعني للاستاذ فهمي هويدي، كان كاتب النهارده عن ظاهره الاحزاب الجديده، وبيقول ان دي ظاهره طبيعيه بعد الثورات وبعد الاحداث الكبرى، ودي من احد نتائج ثوره 25 يناير، تعدد الاحزاب وانتشارها وتعددها حتى لو كانت صغيره ليس عيبا. يعني هو حتى بيقول في وسط مقاله ان ده مش عيب، لكن الجديد والجميل فعلا ان مهما تكون الاحزاب دي صغيره الا انها تسعى ان تكون متحالفه مع بعضها البعض وتكون، ودوت بقى نموذج جديد في الحياه السياسيه المصريه ما كانش موجود قبل كده. ده النموذج اللي افرزته الثوره، ان يبقى في اتساع اكتر للاحزاب، لان كل حاجه كل حزب بيضم عدد اكتر، يعني لما يكون في احزاب كتيره هتضم عدد اكبر من الناس. في اختلافات طبعا، يعني في تقارب ممكن يكون في بعض البرامج زي ما حضرتك اسماء اللي حضرتك قلتيها، تيار مصر ومصر القويه والوسط والعدل، ربما يكون في تقارب، ولكن ايضا في تباين في بعض الافكار، ولكن مش وقت في النهايه يعني في الانتخابات البرلمانيه السابقه لم تحققوا يعني نجاحا في هذه الانتخابات، المعيار كيف ستحققون هذا النجاح ضمن تحالفات في النهايه من الممكن ان تكون تحالفات انتخابيه لتحقيق مقاعد في بالضبط؟ هي الفكره في البرلمان. احنا معتقدين تماما، احنا لما في الانتخابات اللي فاتت كنا يا دوبك يعني لسه كانت الحزب فكره، احنا لسه حتى الان حزب تحت تاسيس، وجات احداث محمد محمود فتقريبا ده اثر بشكل كبير ان احنا
فضلنا ان احنا العمل الثوري على العمل الانتخابي وكنا موجودين في الميدان بشكل اشكال. لكن مع ذلك احنا قدمنا نموذج اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه، ان هو نموذج الثوره المستمره اللي ضم كل الاتجاهات ويهدف في الاساس الى انجاح الثوره، ودوت اللي قال عليه دلوقتي الدكتور حسين ان هذا المفروض ما نفكر فيه، كيف تنجح هذه الثوره وكيف تتحقق اهدافها وان يكون التحالف على هذا الاساس. التحالف اللي احنا كنا فيه اخذ حوالي 10 اصوات 10 مقاعد ايضا 9 او 10 مقاعد تحالف الثوره مستمره، وكان معظمهم من المرحله الثالثه لما كانت احداث الميدان خفت شويه بقى في شغل. احنا المره دي برضو بنقول احنا مش دخولنا الانتخابات كحزب مفردنا نوع من انواع عدم الصواب، احنا محتاجين ان احنا اولا لان حجم الحزب لسه ناشئ وكله معتمد على الشباب، الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نقدم النموذج ده، عايزين نقدم نموذج ان السياسيين في مصر والاحزاب الجديده في مصر التي خرجت بعد الثوره قادره ان تعمل سويا في منظومه واحده من اجل صالح الوطن. دي الرساله اللي نقدر احنا نوصلها، ومعاها رسائل ثانيه ان احنا نقدر نقدم نماذج جديده، نقدر نقدم شباب جديد. احنا في الانتخابات الماضيه قدمنا اصغر مرشح على مستوى الجمهوريه واصغر مرشح على مستوى الجمهوريه. فده اللي احنا نقدر نقول ان احنا بنقدم جيل جديد ودم جديد للحياه السياسيه المصريه. بالمناسبه دوت كان اصغر مرشح ده كان زميلنا محمد جمال من المنيا، كان واخد الاول على منظر المنيا وخد الثالث في الترتيب العام. يعني ممكن في الانتخابات دي اللي هي بعد اقل من سنه هي ممكن يكون كبير قوي عضو، فيبقى عندك عضو برلمان عنده 26 سنه او عضوه برلمان عندها 26 سنه او 27 سنه. قدمنا بنات وقدمنا سيدات، قدمنا نماذج مختلفه من المجتمع، ودوت هدفنا، هدفنا من دخول البرلمان او احد اهدافنا يعني ان احنا كحزب جديد بيقدم انماط جديده لاشكال النواب، انماط جديده ندفع بدماء جديده ندفع بشباب جديده. وده مش هيتم، عارفين مش هتم لوحدنا، ولازم على فكره كل الاحزاب الكبيره والصغيره تعرف الرساله دي. بعد الثوره صعب جدا ان حزب لوحده مهما كان كبير يحقق الحسم، وتخيلي الحسم الكامل في البرلمان القادم، لكن اذا تعاون مع الاخرين ربما يحقق الحسم او ربما يحقق حتى ما يربو اليه من نتائج. طيب محمود، يعني انت يعني بصفتك بعيد عن مساله الحسم الانتخابي لن يعني تشاركه في الانتخابات القادمه، كيف تنظر الى تحالف الوسط؟ هناك ايضا تحالف اخر، تحالف التيار المدني الديمقراطي، ضم عدد كبير من الاحزاب الليبراليه واليساريه، لها وزن يعني نسبي في الشارع المصري، كيف تنظر الى التحالف الاخر والى تحالف الوسط من وجهه نظرك؟ يعني هي خريطه التحالفات حتى الان غير واضحه، ومحدش يقدر يجزم بيها، ومش هتوضح اكتر الا يعني مع قرب الانتخابات لو اتكلمنا على تحالفات انتخابيه. ممكن لينا في يعني ما قبل انتخابات البرلمان عبره في ان التحالفات كانت بتتغير كل تقريبا يوم، يعني بيظهر تحالفات جديده وفي تحالفات بتتفكك وكده. فدي التحالفات مش واضحه بشكل كبير دلوقتي، ولكن يعني قصه التنسيق، يعني قصه التنسيق وقصه التحالفات السياسيه مهمه جدا للحياه السياسيه دلوقتي، بحيث ان احنا اصبح عندنا حزب حاكم او اصبح عندنا رئيس بينتمي لحزب له الاغلبيه في البرلمان السابق وبيستحوذ على السلطه بشكل ما، لابد بقى من وجود تنسيق بين بعض القوى السياسيه او معظم القوى السياسيه من اجل الضغط على هذا الحزب او على هذا الرئيس من اجل تحقيق اهداف الثوره، يعني مساندته في القرارات الصحيحه والضغط عليه في القرارات التي قد نرى انها يعني يعني متطلبات المرحله تتطلب ان تكون موجوده هذه القرارات. وبالتالي احنا شايفين ان التنسيقات مهمه، تحالفات مهمة جدا. طب هل ممكن مثلا ان تدخل يعني في تحالف الوسط وايضا في تحالف المدني الديمقراطي؟ يعني هل من الممكن ان يكون شباب 6 ابريل يعني في هذا التحالف وفي هذا التحالف؟ انا بس عايز ااكد على نقطة ان احنا في 6 ابريل ما بننضمش لاي تحالف بناء على مرجعيته ايه او ايديولوجيته ايه. يعني احنا مثلا ما ينفعش نقول 6 ابريل عضو في تحالف اليسار او عضو في التحالف الاسلامي السياسي او عضو في اي التحالف الليبرالي، يعني احنا ما بننضمش على هذا الاساس، احنا بننضم على الاهداف المبنيه على هذا. ولكن في النهايه المواطن سيقيم يعني انضمامكم لمثل هذا التحالف او غيره من التحالفات على هذا الاساس، لان ربما تحالف الوسط يصطبغ بالنكهه الاسلاميه، ربما التحالف الاخر يصطبغ بنكهه اخرى ليبراليه او يساريه. المواطن هيقيم الاهداف اللي ناتجه عن التحالف او الاهداف اللي قام من اجلها التحالف. حضرتك اللي اتكلمت ده لا
لو ده تقييم انتخابي، لان المواطن هيقيم ده عن طريق صوته في الصندوق، اما هو عايز تيار اسلامي او هم عايز تيار ليبرالي او تيار يساري، وبالتالي ده تقييم المواطن في الصندوق بناء على الايديولوجيه المعينه. اما التحالف السياسي المواطن بيقيمه بناء على الاهداف اللي نابعه منه او الاهداف اللي بتخرج منه او ايه النتائج اللي قائمه على هذا التحالف. يعني لو افترضنا ان التحالف الوسطي دوت يعني ضغط على الرئيس من اجل تحقيق مطلب معين من مطالب الثوره وتحقق في النهايه، يعني ما هي اهدافك يعني من الدخول في هذا التحالف؟ احنا عندنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك في حزب حاكم وفي رئيس موجود وفي اهداف ثوره لابد انها تتحقق، وفي لابد من مراقبه بقى عمليه التحول الديمقراطي ومراقبه اداء الرئيس ومراقبه اداء الحكومه اللي موجوده حاليا، وبالتالي يعني وجب التنسيق بين عدد كبير من القوى بحيث ان يكون في مراقبه حقيقيه، بحيث ان يكون في غرف متابعه، وبحيث ان يكون في عمليه ضغط سياسي من اجل تحقيق اهداف معينه. احنا عندنا الدستور بيعد، وزي زميلي محمد تفضل وقال ان احنا بكره يعني جلسه كامله من جلسات التحالف هتناقش الدستور وايه المطلوب من الدستور، وهل احنا شايفين اداء التاسيسيه صح ولا ماشي صح ولا لا، وبالتالي يعني في اهداف وفي حاجات ناتجه عن التحالف على اساسها المواطن هيقيم وعلى اساسها انا انضميت. وانا عايز اقول لحضرتك مثلا يعني حزب زي حزب الدستور احنا كحركه 6 ابريل بنعتبر نفسنا حليف ليه، لانه حزب معظم شبابه يعني او احنا كان احنا في شراكه بينه وبين حمله البيادعي على مدار السنين اللي فاتت كلها، ومعظم شباب الحزب من حمله الدكتور البيادعي ونفس الافكار تقريبا ونفس الاتجاهات، ويمكن احنا قعدنا مع الدكتور البيادعي اول ما اعلن عن تاسيس الحزب واتفقنا ان احنا هنكون حليف للحزب الحركه والحزب، يعني في اكثر من تحالف، احنا مش حاطين نفسنا في تحالف واحد، ولكن اي تحالف يعني يسعى لتحقيق اهداف الثوره يعبر عن الشعب المصري ويعبر عن نبض المواطن المصري البسيط احنا موجودين فيه، طالما الاهداف واضحه وطالما الاهداف نعم. يعني سليمه تتفق مع اهداف الثوره نعم. وتتفق مع الصالح العام. انا بس عايز اقول حته عايز اضيف بس حته قالها محمود، لان هو اتكلم في حته مهمه جدا، فكره تصنيف التحالفات على اساس ايديولوجي والاختيار على اساس ايديولوجي من المواطن. احنا نتمنى ان الثقافه تتغير، ان اختيار مش اختيار يعني على هذا هو سؤالي دكتور حسين. اذا وجدت محمود شدتني ان هي معيار مهم جدا هنتكلم في نفس النقطه. وكان ايضا نفس السؤال، يعني اذا وجدت هذه التحالفات على الارض هل تعتقد ان هذا سيخفف من حده الاستقطابات في الشارع المصري، خاصه يعني انا اتحدث عن الانتخابات القادمه، ام بالعكس هذه التحالفات الموجوده ستزيد من حده الاستقطاب؟ انا عايز اقول اي تحالف سياسي زي ما كل المتحدثين مجتمعين لازم ما يبقاش على ايديولوجيات، ده تحالف سياسي على مواقف سياسيه. وحضرتك لو حضرتي معانا في الحزب الوسط هذا التحالف هتلاقي روح راقيه جدا، يعني احنا بكره هنناقش الدستور، لابد المصريين يهتموا بالدستور، فالتحالف دوت لما يناقش الدستور ويقول اللجنه التاسيسيه ادائها جيد او ادائها عامل ايه ويدي تعليق على الدستور ده اكيد في صالح مصر. انما بعد الثوره في حاجه جديده او جميله، ان قطاع كبير جدا من الشعب المصري اشتغل بالحياه السياسيه وهو ما كانش داخل الحياه السياسيه، ما كانش واحنا شعب بنتعلم الديمقراطيه وبنتعلم العمل السياسي. في المره اللي فاتت ذاق المصريون الام عدم الاتفاق، يعني لو كان اتفق الدكتور عبد المنعم فتوح مع حمدين الصباحي ما كانت كتمت انفاسنا ايام نتيجه الدكتور محمد مرسي واحمد شفيق. فكل السياسيين خدوا التجربه ووعوا الدرس ان الائتلافات الانتخابيه هي سبيل الوحيد لاقامه برلمان قوي. اعتقد ان الدرس دوت في كل من عمل في العمل السياسي استوعبه، واكيد الاداء في المرحله الجايه هيكون اداء افضل. انا عايز اقول التحالفات الانتخابيه لابد، هو ايه مشكله التحالفات الانتخابيه؟ ان كل من دخل التحالف بيدي وزن نسبي ليه اكتر من حجمه، فيبدا هنا الاختلاف. وانما في اعتقد ان المواقف الوطنيه السابقه اصبح بينا احنا الثلاثه روح جيده، تفاهم، معرفه جيده لكل تنظيم وقدرته على الحشد، ومعرفه للوزن النسبي، فاصبح هنا التحالف الانتخابي سهل او اسهل. طيب وعشان التحالف الانتخابي دوت اسهل، انا اعتقد اللي هو هيتم اتفاق جيد في تيار او ائتلاف القوى الوسطيه على طريقه ائتلافيه لدخول الانتخابات،
وديت هتحقق او هو ده السبيل الوحيد لتحقيق عدد اكبر من المقاعد، وده اللي ما يهم الشعب المصري. طيب هذا جميل فيما يخص المقاعد، يعني الاتفاق قد يحقق لحزب الوسط وغيره عدد من المقاعد اكثر، ولكن كان سؤالي هل هذا سيزيد من حده الاستقطاب؟ يعني في النهايه لدينا التيار المدني الديمقراطي، يعني اذا نجح طبعا هذا التيار في تحقيق يعني منافسه يعني توحد من أجل الانتخابات، لدينا أيضا تحالف حزب الوفد 50 شخصية بدأوا ينضمون لتحقيق ربما تحالف أيضا يخوض الانتخابات، تحالف الوسط، لدينا الحزب الحاكم أو حزب الحرية والعدالة، هل هذا سيزيد من حدة الاستقطابات في الشارع المصري في الانتخابات القادمة؟ أنا أعتقد لو نجح الجميع على عمل ائتلاف ضد أو ائتلاف يواجه يحارب الاستقطاب، هو دوت سر النجاح. لسه احنا كلنا بنقول ان دوت مش ائتلاف، لو بقى ائتلاف انتخابي مش هيبقى ائتلاف وسطي اسلامي، هيبقى ائتلاف وسطي في ليبرالي في يساري، هيبقى هذا الائتلاف ضد او هو المعارض للاغلبيه. المعارضه للاغلبيه هنا هتبقى معارضه قويه. انا عايز اقول لو هو اعضاء مجلس الشعب 500 عضو، لو دخل 250 او 200 معارض هم دول اللي بيمثلوا كل المعارضين، اعتقد ان هنا هيبقى حاله نجاح للبرلمان وحاله نجاح للشارع المصري، ويبقى احنا عندنا رئيس مدني منتخب، عندنا برلمان متمثل فيه جميع القوى السياسيه، جميع طوائف الشعب، مسلم ومسيحي، رجل وامراه، شاب وشيخ، في تمثيل جيد لكل الطوائف الشعب، ويبقى عندنا دستور جيد، يبقى احنا كده وصلنا لحاله الاستقرار اللي تبني فيها مصر او تضع اولى خطوات على طريق الانطلاق لقياده العالم وتضع نفسها في مصف الدول الكبرى فعلا. نعم، طيب معي اتصال هاتفي، معي مهندس هشام مصطفى رئيس حزب الاصلاح والنهضه. نعم. مرحبا بك مهندس هشام، يعني انت كيف تنظر الى تحالف الوسط؟ اهلا بيكي، وانا اتصور ان هو تحالف الوسط ان هو مصر في امس الحاجه لهذا التحالف في هذا الوقت بالذات، في حاجه الى مستوى من التنوع السياسي، والتحالف الوسطي كما عبر عنه في الانتخابات الرئاسيه هي اكبر شريحه من المسلمين صوتت في الانتخابات، هو ده المزاج العام للشعب المصري. طيب انتم في الى تحالف سياسي؟ نعم. طب مهندس هشام، انتم في الانتخابات انتم في الانتخابات الماضيه يعني عقدتم تحالف مع حزب الحريه والعداله تحت مظله التحالف الديمقراطي من اجل مصر، لماذا الان التحالف مع الوسط؟ كان التحالف الديمقراطي في ذلك الوقت هو نفس استراتيجيه حزب الاصلاح والنهضه، كان ده بيمثل الوعاء الجامع، وكانت الاستراتيجيه في الوقت ده ان الوعاء الجامع ده هو اللي يستطيع ان هو يعبر لمصر، لابد من تجمع قوي يعبر لمصر بعد الثوره لتقييم الدوله، ويستطيع ان يواجه الفلول وقواته. الان تغير شكل المشهد السياسي المصري، اصبح فيه تنوعات للقوى السياسيه مختلفه، نحن في حاجة الآن إلى تحالف جديد يمثل الروح المصرية اللي بتمثل الوسط بطبيعتها ومكوناتها، بتضم بقى القوة دي جميع المصريين إن هم عايزين يعيشوا كمصريين بعيد عن اضطرابات سياسية حادة أو اضطرابات علمية حادة، وفعلا المساحة دي اللي احنا بنتحرك فيها دلوقتي في التحالف ده، نتمنى من الله عز وجل انه يرى النور ويرى النجاح، بحيث ان هو يكون قوة كبيرة وقادرة على التنافس، يعني تقديم منتج سياسي قوي جدا، واتصور ان هو هيستمر لفترة طويلة، المساحة دي في حاجة إلى من يملاها. نعم. طيب شكرا جزيلا لك، كان معي المهندس هشام مصطفى رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أعود إليك محمد، يعني تحالفات جديدة. نعم.
جماعه الاخوان المسلمين ويعني كلام ان هو كان في التحالف الديمقراطي، ولما تحول التحالف الديمقراطي بدا بفكر بتحالف واسع، تحول الى تحالف ضيق يعبر عن فكره استقطابيه. زي ما قال الدكتور حسين، الجميع تعلم الدرس. الاحزاب كثيره من التي تحضر معنا الاجتماعات خاضت الانتخابات بشكل منفرد او في شكل تحالفات اخرى كانت تحالفات غير موفقه في فكرتها، حتى لو ان كان حقق مقاعد. فأظن نموذج ما تحدث به الأستاذ هشام هو نموذج لذلك، هو يبحث عن ما يحقق المصلحة حتى إن كان ربما ما يضمنلوش مقاعد زي ما كان ضامن له في المرة الأولانية، وده الدليل على صدق النوايا وصدق الفكرة. تحدث أيضا يعني عن اختلاف الاستراتيجيات، يعني ما الذي اختلف يعني منذ أشهر قليلة عندما يكون هناك يعني توحد في الفكر والرؤى، والآن يصبح هناك يعني اختلاف في الاستراتيجيات ما بين حزب الإصلاح والنهضة وحزب الحرية والعدالة؟ أنا بقول حركة زي ما قال الدكتور حسين بالظبط، هو فكرة الجميع استوعب الدرس الماضي. الدرس الماضي بيقول إن إحنا مصر، المجتمع المصري ليس محتاج لمزيد من الاستقطاب، المجتمع المصري مزيد محتاج إلى مزيد من التوحد. وأنا أرى أن حزب إصلاح النهضة هو إن كان حزبا، بعض الناس يستنظفوا أنه حزبا سلفيا، إلا أنه أيضا معتدلا في وسط الأحزاب السلفية الموجودة، وهو حزب عنده رغبة في العمل المشترك. ده حقيقي من اللقاءات القليلة اتشرفت بمقابلتهم، وكذلك كل من مشارك في هذا التحالف هو يحب العمل المشترك بدرجة من الدرجات زي ما أشار الزميل الأستاذ محمود. وهذا هو الهدف، ان احنا نقدم نموذج العمل المشترك مش قايم على تحقيق المصلحة للمواطن، قايم على انحياز للمواطن، مش مجرد انحياز لفكرة أو انحياز لمكاسب شخصية. انحياز هنا هيبقى انحياز لتحقيق مصالح، انحياز هنا إلى تيار رئيسي مصري طبيعته أنه وسطي وطبيعته أنه محافظ، وإلى شعب يريد أن يحقق أهداف الثورة، انحياز إلى الثورة، انحياز إلى نجاحات جديدة بنموذج جديد. حتى لو ما حققتش الغلبة الانتخابية في المرة القادمة، ربما تحققها في الانتخابات البعض القادمة. هو دوت اللي أنا متخيل، او ده كفكر بنمثله، ان ممكن نسعى في اي تحالف مع اي فصيل اذا جاء على مثل هذه الاهداف. عشان كده التحالف الانتخابي والتحالف السياسي بيقوم على اوراق وعلى افكار وعلى مبادئ هتتبلور في الفتره القادمه من خلال التشاورات. هذه الاهداف تحدد الاستراتيجيه التي سيكون يعمل عليها مثل هذا التحالف لتحقيق اهداف تفيد المجتمع، وطبعا بتعود بالفايده على احزابهم. محمود، يعني اخيرا انتم خارج هذه اللعبه الانتخابيه، كيف تتوقع يعني لعبه الانتخابات القادمه؟ يعني يمكن انا باكد على كلمه صديقي محمد وكلمه الاستاذ هشام لما قال ان الجميع استوعب الدرس. يعني يمكن الانتخابات الماضيه كانت تجربه، يمكن كانت ناجحة بالنسبة للناس، ويمكن تجربة فاشلة بالنسبة للآخرين، تجربة ناس اتعلمت منها، فكان في تنوع. يعني يمكن شفنا أحزاب برضو كانت داخلة تحت غطاء أحزاب تانية عشان يعني عدد من الكراسي فقط، ولكن المرة دي أنا شايف إن التحالفات بدأت تكبر أو بدأت تتكون من دلوقتي. بدأ الجميع بيحاول إن هو يشوف مين القريب منه في الفكر، مين القريب منه في الهدف، وبدأ يكون في يعني اندماج بين عدد من الأحزاب وبين الرؤى. وبالتالي انا شايف ان هيكون في يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني طرح كبير قدام المواطن يقدر يختار منه، اكثر من طرح يقدر يختار منه بالشكل اللي هو يتناسب مع فكره ويتناسب مع اهدافه. وارى ان في احزاب كبيره هتلعب دور كبير في الانتخابات اللي جايه، ويمكن زي حزب الدستور مثلا هيكون حزب مفاجاه في الانتخابات اللي جايه. وفي النهايه بنتمنى للجميع التوفيق. جميع الاحوال سنرى يعني الانتخابات القادمه وكيف ستكون. شكرا جزيلا لكم، اسعدتوني بهذا اللقاء. كان معي الدكتور حسين زايد عضو الهيئه العليا لحزب الوسط، شكرا جزيلا لك، ايضا محمد القصاص عضو مؤسس في حزب التيار المصري، شكرا جزيلا لك، ومحمود عفيفي متحدث باسم حركه شباب السادس من ابريل، شكرا محمود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ياتيكم الزميل ايمن عزام على راس الساعه وموجز الابرز واخر الاخبار، فابقوا معنا.